fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot top. اليوم في حلقة جديدة من قناة برو تكنولوجي. في هذه الحلقة سأتطرق إلى كيفية معرفة مكان هاتفك المسروق. يعني صورة هاتفك سرقة منك وتريد معرفة مكان. حسنا، السارق أول ما يقوم بسرق الهاتف سيقوم بإغلاقه ونزع البطارية منه. لذلك في هذا الشرح يعني سنقولها من الأول، يعني مخصص للأشخاص الذين هواتفهم لا يقبلون النزع. أنا سوف أريكم كيف. كما رأيت يعني بطارية هاتفي لا تقبل النزع. حسنا، لم يقدر على نزع البطارية سوف يقوم بإغلاقها من زر الباور يعني، وهذا شيء عادي. لكن إن كان لا يستطيع إغلاقها من زر الباور ماذا سيفعل؟ سيبقى الهاتف مفتوح. كيف نجعله لا يستطيع إغلاقه من زر الباور؟ عبر تطبيق سمارت لوك سكرين. هذا هو التطبيق الذي بالأزرق، سمارت لوك سكرين. ندخل إليه، نضغط على أوكي، ثم إنيبل لوك سكرين. بعد ذلك نخرج الهاتف ونقوم بعمل له نمط أو كلمة سر. يعني بدون نمط أو كلمة سر مستحيل أن سوف يشتغل معنا ويغلق الهاتف. نعم، كما رأيت حسنا، كما رأيتم الآن الهاتف بنمط. يعني إن أردنا القيام بإغلاقه لا نستطيع ذلك. أنظر، سوف أقوم بالضغط على الزر. كما رأيتم ننتظر هنا تلك العلامة. كما رأيتم مستحيل أن نقوم بإغلاقه يعني. لذلك سيبقى السارق يعني الهاتف مفتوح، لن يستطيع فعل شيء سوى نزع بطاقة الذاكرة والكارت سيم. حسنا، كيف نعرف مكان الهاتف؟ نقوم بتنزيل برنامج لوست اندرويد. هذا هو باللون الأخضر، لوست اندرويد، ونقوم بتفعيله. سوف نجد هنا علامة في الوسط مكان تري بريمير get permission، يعني أعطاه الأولوية. بعد ذلك عند ضياع الهاتف نذهب إلى الحاسوب ونفتح موقع أندرويد لوست. بعد ذلك ندخل إلى كنترول، سينج إن. نقوم بإدخال البريد الإلكتروني، يعني أكونت جيميل. نختار أكونت جيميل الخاص بنا برو تكنولوجي.
حسنا يبدو أن هناك مشكلة في الإنترنت. لا علينا، بعد ما نقوم بإدخال الكونت نعود إلى الموقع وسوف نجد خريطة جغرافية لموقع الهاتف، يعني في الهواتف الذي قمت بإدخال فيها هذا الكونت جيميل. حسنا، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. إلى اللقاء في فيديو قادم.